السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، أهلا بيكم في حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن برنامج جوجل إيرث. برنامج جوجل إيرث كتير من الناس بيعتقد إن هو ملوش تطبيقات أو استخدامات كتير في مجال نظم معلومات الجغرافية، لكن الحقيقة هو ليه استخدامات كتير، هنحاول نتناول بعضها تمهيدا لسلسلة حلقات إن شاء الله هننزل فيها شرح مستفيض عن بعض وأهم التطبيقات. برنامج جوجل ايرث تم اصداره عام 2001، كان بينزل من البرنامج نسخة مجانية، وكان في النسخة الاحترافية كان تقريبا سعرها $400. عام 2015 جوجل قررت ان تطرح النسخة الاحترافية بالمجان، بقت في المتناول. هنشوف اهم التطبيقات اللي بتتيحها النسخة الاحترافية. التحميل موجود على طول مجاني عندنا في جوجل ايرث، ان احنا ازاي نوصل لمكان من قائمة سيرش. ممكن نبحث على اسم المكان او الادرس، على طول البرنامج بيدينا الاحتمالات وبيروح اوتوماتيك على المكان اللي احنا كتبناه، او ان احنا ممكن نبحث باحداثيات. لو احنا عارفين احداثيات مكان معين، بنكتب الاحداثيات في قائمة سيرش، بنكتب الاحداثيات نورث وبعدين كوما، وبعدين بنكتب احداثيات الايست وبعدين بنقول سيرش، فبيروح على المكان. دي احداثيات برج ايفل. على طول البرنامج بيودينا على المكان اللي احنا دخلنا احداثيات. فالوصول لاي مكان سهل جدا. كمان جوجل ايرث فيه قاعدة بيانات ضخمة جدا، عليها بيانات كتيرة اوي، احنا ممكن نستعرض اهمها، زي طبعا الحدود الادارية واشهر الاماكن، وفي صور سواء صور 2D او صور 360 بانوراما لمعظم الاماكن الشهيرة. في كمان الستريت فيو، في كمان الثري دي بيلدينج لاشهر الاماكن، في مدن كاملة معمولة المخطط بتاع 3D بيلدينج ومحطوط على جوجل ايرث. في كمان الترين او التضاريس، لما احنا بنكتفها بيبقى البرنامج معانا بيئة ثلاثية الابعاد. كمان في الخرائط او البيانات الخاصة بالمناخ والبيانات الخاصة بالمحيطات، وفي جاليري كبير قوي، بيانات الحقيقة كتير قوي قوي، انصح الجميع ان هو يتصفحها. وكمان في سهل الوصول لمصادر البيانات دي من خلال ان احنا بندوس على اي فيتشر على جوجل ايرث، فبيدينا لينك للسورس بتاع البيانات دي، بنروح عليها وبنبتدي ننزل البيانات بتاعتنا. بيانات كتير اوي زي ما احنا شايفين. من اهم التطبيقات كمان او اهم المميزات، ان برنامج جوجل ايرث بيدعم سبورت الفورمات كتير اوي لمعظم البرامج نظم معلومات الجغرافية واستشارة عن بعد. طبعا دي موجودة في النسخة الاحترافية. كمان احنا ممكن نحفظ صورة من جوجل ايرث. كان الاول في النسخة المجانية الريزوليشن قليل، في النسخة الاحترافية بنوصل 4K واعلى كمان الماكسيمم، فبيدينا ريزوليشن عالي قوي. كمان احنا ممكن من خلال جوجل ايرث نبعت الشغل اللي احنا بنعمله عليه عن طريق الايميل او نطبعه. عندنا كمان في ويندو كتيرة ممكن نستعرضها، ممكن في الفول سكرين، ممكن في كمان السايز بتاع العرض بتاعنا، ممكن نخليه HD او ممكن نختار السايز اللي احنا عايزينه. النافيجيتور ممكن نخليه ثابت معانا. عندنا كمان الستاتيوس بار، دي دايما بتدينا زي ما احنا شايفين الكوردينيتس بتاعت المكان اللي الماوس فيه والارتفاعات لو احنا فاتحين الترين. كمان ممكن نعرض الاحداثيات، شبكة الاحداثيات العالمية اللي هي اللاتيتيود واللونجيتيود، بحيث ان احنا نعرف احداثيات اي مكان وخطوط الطول ودوائر العرض. من خلال اوبشن احنا ممكن نغير شبكة الاحداثيات، نعرضها باكتر من طريقة، واهمها اليونيفرسال ترانزفيرز ميركيتور اللي هو اليو تي ام. من خلال جوجل ايرث بنقدر نعرف المنطقة بتاعتنا واقعة في اي نطاق من نطاقات اليو تي ام. كمان احنا ممكن نستخدم الاوفر فيو ماب،
بحيث ان هي تدينا انديكيشن المكان اللي احنا واقفين فيه والزوم اللي احنا شغالين عليه. كمان احنا ممكن نشوف سيميوليشن للليل والنهار، حركة الشمس، من خلال ان احنا بنظهر التول بتاعت السيميوليشن وبنبتدي نعمل سيميوليشن، فبيدينا تتابع الليل والنهار. كمان جوجل ايرث في ارشيف كبير قوي لصور اقمار صناعية وصور جوية، تقريبا في حاجات من سنة 1930 موجودة في بعض الأماكن. احنا من خلال الهيستوري بتاع جوجل ايرث بنبتدي نتحرك ونشوف تتابع للمرئيات بتواريخ مختلفة، فبنقدر نعمل تايم سلاب بنشوف التغير. هنلاقي في أماكن ابتدت من سنة 72 من بداية إطلاق قمر اللانسات، وهنلاقي من بداية 2000 في صور الريزوليوشن بتاعها بيوصل 1 متر وأقل، مغطي معظم دول العالم. كمان في بعض الأماكن هنلاقي في حاجات من 1930 زي ما شفنا. الجوجل ايرث كمان احنا ممكن نستخدمه في ان احنا نرسم، ممكن نرسم بليس او ممكن نرسم اريا ونعدل في الستايل بتاعها، والبيانات دي بعد كده ممكن نصدرها وناخدها نستخدمها على اي برنامج نظم معلومات جغرافية. ممكن كمان نرسم مسار، نرسم بولي لاين، وممكن برضو نعدل الستايل بتاعه بسهولة، ونشوف كمان اي حاجة بنرسمها بيدينا الميجرمنتس بتاعتها سواء اللينس او الاريا، وكمان ممكن نعرض البروفايل باس بتاعنا بحيث ان احنا نشوف فرق التضاريس على اللاين اللي احنا رسمناه. كمان جوجل ايرث في امكانية ان احنا نستخدم التول بتاعت القياس او الميجر، ممكن نقيس لاين، ممكن نقيس مسار معين، بنعرض الناتج القياس بوحدات كتير، ممكن اللي احنا بنقيسه نعرض البروفايل بتاعه، ممكن نبقى بولوجون، وممكن نرسم سيركل، وممكن تبقى كمان قياس ال 3 دي باس وال 3 دي بولوجون مش 2 دي بس. الميجرمنت بنقدر نحفظها كفيتشر برضو معانا لو احنا عايزين. برنامج جوجل ايرث مش بس للارث او للارض، كمان في نفس الكلام بالنسبة للقمر، في مديول للقمر، ففي الجوجل ايرث المديولة بتاعة القمر برضو نفس الحكاية زي المديول بتاعة الارض. هنلاقي فيها برضو قاعدة بيانات فيها معلومات كتير قوي، ممكن فيها كمان ترين تضاريس، وفيها جيولوجيا، وفيها طبوغرافيا للقمر، وبرضو كل الادوات اللي استخدمناها في الارض ممكن نستخدمها في القمر سواء القياس او الرسم او اي ادوات احنا استخدمناها. هنلاقي في صور كمان عالية الجودة لبعض الاماكن، والرحلات الانسان للقمر متحدد مسارها والوقت بتاعها. زي ما احنا شايفين دي الرحلات طلعوا على القمر، وفي خرائط جيولوجية، شرايح جيولوجية معمول لها موزايك للقمر. وكمان في خرائط طبوغرافية نفس الحكاية موزايك للقمر كله. كمان في طبعا اي خريطة من دول بنفتحها ونشوف المصدر بتاعها، وممكن نروح نعمل لها تحميل مباشر. كمان في الرحلات الغير مأهولة اللي طلعت للقمر سواء امريكا او روسيا او الصين او كل الدول او اليابان، كل الدول اللي طلعت رحلات للقمر، اماكن الرحلات ومعلومات وافية عنها. كمان في مديول للمريخ، كوكب المريخ او الكوكب الاحمر، برضو عليها داتابيز فيها جيولوجيا وفيها طبوغرافيا وفيها معلومات كتيرة قوي
زي اللي موجودة للأرض وزي اللي موجودة للقمر. برضو أنصح الجميع بتصفحها. برضو معلومات وافية. بنقدر كمان من خلال المديول بتاع المريخ نعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه على المديول بتاعت الإرث والقمر، وهنلاقي كمان في صور لبعض الأماكن على كوكب المريخ بريزوليوشن عالي جدا، في حاجات أقل من نص متر لبعض الأماكن اللي هي بزهرة باللون الأحمر قدامنا. كمان هنلاقي في خرائط تاريخية للمريخ، خرائط قديمة توقعت على المديول زي ما احنا شايفين. كذلك الرحلات اللي طلعت سواء كل الدول المهتمة بالعلوم الفضاء. كمان من خلال برنامج جوجل ايرث في مديولة للسكاي او للكون، لكل اليونيفيرس، فيها كل المجرات اللي اكتشفوها بالكواكب بأساميها بمعلومات عنها. بنقدر برضو من خلال قاعدة البيانات بتاعة المديول نقدر نتصفح البيانات اللي موجودة ونشوف معلومات كتير قوي متوفرة عن الكون بتاعنا. وبرضو نفس الحكاية بنقدر نستخدم الأدوات بتاعة البرنامج سواء من السيرش او من الياس او معظم الادوات، وممكن نعمل تاور، ممكن نعمل فيديو، ممكن نعمل ناخد صور، ممكن نوصل لمصادر البيانات بسهولة. بيانات كتير قوي انصح الجميع بتصفحها. وبرنامج الجوجل ايرث ان شاء الله هنتناوله بالشرح في الحلقات اللي جاية. هناخد بعض التطبيقات اللي ممكن تكون مفيدة كل المهتمين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.